النهاردة احنا حضرنا توقيع المرحلة الرابعة ألف من الخط الثالث لمترو الأنفاق اللي بتبدأ من محطة هارون لغاية محطة النزهة. بنتكلم في حجم عمل داخل في حدود 3.8 مليار جنيه للجزء النفقي، والجزء الآخر اللي هو يخص الأعمال الميكانيكية والكهربية. يتبقى في الجزء اللي هو الخاص بتوريد الرولينج ستوك أو الجزء القطارات المتحركة. ده بيأتي في تعاون مستمر مع الشركات المصرية الفرنسية، والائتلاف القائم اليوم بين شركة فينسي والمقاولين العرب وشركة أوراسكوم، بالإضافة إلى الشركات الأخرى اللي تم التعاقد معها فيما يخص أعمال الكهربية والميكانيكية. يمكن احنا خدنا بس فترة كنا بنتداول الأمور وبندقق المسارات وبندقق الأسعار في الفترة السابقة، وأتى ثمار هذا المجهود التوقيع اليوم. بيهمني أن أنا بتوجه بالشكر لزملائنا في هيئة مترو أنفاق والجانب الفرنسي والسفير الفرنسي في القاهرة على المجهود اللي اتبذل في هذا الأمر، وإن شاء الله فترة التنفيذ هتكون أكثر ما يمكن. هنشتغل في المرحلة الرابعة ألف، هنشتغل في المرحلة الرابعة ب بائتلاف آخر موجود هيتم إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين الإعلان عنه، ويتم أيضا على التوازي العمل في المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وقد يكون في خلال 6 شهور من النهاردة ممكن جدا تبدأ المرحلة الرابعة من المرحلة الأولى من الخط الرابع. كان بيهمنا أن يكون النهاردة هذا الحدث بيتواكب مع تكليفات السيد الرئيس الجمهورية في بداية ما تولينا مسؤولية وزارة النقل في الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية والتي تمس المواطن المصري، وتوفير وسائل النقل والانتقال، وعمل مشروعات البنية التحتية والطرق بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى. وبترك الفلور للسفير يعبر عن ما تم في هذا الأمر. Thank you for your words. أود أن أتوجه بالشكر لوزارة النقل وهيئة الأنفاق على التعاون المثمر بين البلدين، وخاصة في مجال مترو الأنفاق. وأود أن أثمن العلاقة المتميزة بين الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية في مجالات متعددة منها مترو الأنفاق، بالإضافة إلى التعاون القائم والمستمر بين الشركات الفرنسية والشركات المصرية وتدعيم الجانب الفرنسي لمشروعات البنية الأساسية المصرية. وأتمنى التوفيق للشركات المساهمة في تنفيذ هذا المشروع. عايزين نعرف الخط الرابع ده من فين لفين حضرتك، والمدة اللي ممكن يستغرقها. وطبعا أنا بقول يبدأ بعد 6 شهور. احنا حاليا في مرحلة بالنسبة للخط الرابع المرحلة الأولى في إنهاء الأعمال التصميمية وأعمال الهندسية لهذا الأمر، تحديد الاستشاري الموجود القائم والمسارات اللي موجودة. يمكن يفيدنا أكتر فيها المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة مترو الأنفاق يقول لحضرتك تحديدا المسار. بالنسبة للخط الرابع المرحلة الأولى منه، هو الخط دوت بنسميه الخط الياباني، هو عبارة عن مرحلتين اتنين. إن شاء الله المرحلة الأولى اللي احنا بصددها والمعالي الوزير اتكلم عليها ديت اللي بتبتدي من أكتوبر، وهتلاحظوا إن ده خط من الخطوط اللي بتربط المدن الخارج وسط البلد. هتلاقيه جاي من أكتوبر، هيعدي على المتحف الكبير الجديد، هيعدي على نادي الرماية من خلال شارع النصر الصحراوي، هيدخل شارع الهرم تحت شارع الهرم بالكامل لحد ميدان الجيزة، وبعد كده هيدخل في نهاية المرحلة إلى محطة عمرو بن العاص أو الفسطاط. المرحلة الثانية منه وديت برضو بنتكلم فيها، ولكن لسه شوية الكلام الجدي مع اليابانيين، إنما هم أبدوا استعدادهم إنهم هيدخلوا معنا فيها وحيمولوها إن شاء الله. هتبتدي من عمرو بن العاص وحتيجي من خلال نادي السكة الحديد ومدينة نصر، مصطفى النحاس، الميثاق، هتطلع تقطع الدائري وتخش التجمع الأول وتوصل تنتهي عند طريق السويس إن شاء الله قبل مدينة الرحاب. شكرا. ده المسار. شكرا إسماعيل. تفضل يا حضرتك. بالنسبة فندم في الخط الرابع، هل هناك استعدادات مرورية معينة هتتم أو تحويل أو تغيير مسار للوسائل النقل بحيث أن هي تخدم محطات المترو فيما بعد؟ هو حضرتك لازم تعرفه أن مفيش حد بيقعد يقول أنا هعمل مترو أنفاق من هنا لهنا.
هذا الأمر بياخد دراسات مستفيضة جدا، سواء الدراسات الفنية والهندسية بالإضافة إلى الدراسات المرورية. يعني لازم بيحصل، لو حصل ان احنا محتاجين تحويلات مرورية معينة هيتم التحويلات المرورية بالإضافة لما يطلق عليه المالتي مودل ترانسبورت او النقل متعدد الوسائط. يعني ما ينفعش ان انا انزل حد عند محطة مترو انفهم لأيش وسيلة انتقال اخرى، فده طبعا بيتم مراعاته بالكامل. يعني